ايه كريم دخيلك حبيبي، خبرني اذا عرفتوا اي شيء دغري. ها طيب ماشي، حكى مع كل رفقاتهم ما حدا شافه. بس معقوله انت معقوله تحتفظي بالرسائل كل هذا الوقت وجايبتيهم معك لهون؟ ايه، وعندي افلام ال 16 ملي اللي اشتريناهم سوا مع قالة العرض صغيره، وعندي الكمدحلي اللي كنا نلعب فيهم انا وانت وزهير، وجدوله شعره لسعاد اللي قصيت لها اياها قبل الخطبه. الله يرحمها، صحيح انتحرت هيك؟ ايه، كل هدول حطيتهم بالصندوق وجبتهم معي لهون. لك هدول ذكرياتي، شو اعمل فيهم؟ كبهم؟ احرقهم؟ ايه حبيبتي، اذا سمعتي حركه او شفتي ضوء شاعل دخيلك خبريني دغري. ها طيب، وانتبهوا على حالكم، ديري بالك. يلا الله معك. شو؟ قلبت الحديقة فوري تحتاني، ما له أثر. ما مين كنت عم تحكي؟ مع جارتي بالشام. قلت بركي خطى القمر ويروح لهنيك، تخلي عيني على البيت. أنا آسف. حاسس بالذنب. الحق كله علي. لا. لا حبيبي، أنت ما دخلك. وصلك على البيت؟ خلص رفيق، روح انت، وإذا ما إجا الصبح منخبر الشرطة. معقول يتركك لحالك؟ معلش، أحسن ما يرجعوا يلاقيك لسه هون. طيب، إذا احتجتي شي خبريني. ماشي.